متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا اللقاء مباشرة من مدينة سوهاج. أكثر قصة غادي تسمعوها متابعينا الكرام، اللي قدامكم في العمر ديالو تما قالينا 65 سنة، عنده مشكل مع الجيران ديالو، واحد الأرض عوزو فيها صحاب الله. متابعينا الكرام، من بعد كيقول أنه تعرض للسحر ولا كاين في شعره ما يحس بوالو، كتشح بالتنين في الحمومة ما يتنفسش من الطريق، وبغى فقط يصح الوضع. السلام عليكم. السلام عليكم. شنو المشكل ديالك؟ كنطمن لكم اخوتنا المسلمين والمسلمات والمسيحيين الله ينصروا. يوقف معايا يعني المعجزة لغاية الجماد العداء اللي كيديروا الحلو وشعبان ويكرسوا على بنادم. انتقموا مني وبغوا يدير في بلادي طريق صحة. شكون هما هاد؟ شكون هما؟ ضربون 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 هادو جيرانك؟ جيراني جيراني هما اللي اداوني بوصل الجن وجزء المحكمة السنة اللي مات فيها سيدنا الحسن الثاني. وترفعت وليت انا ما غنطمنهم السماح، ماشي هما يطمنوا السماح، وليت انا ما غنطمن السماح. وكان السعي ودابا الروح الروح كنحس فيها غيبة، وكان نطمن سعد وزارة القومية الإسلامية يساعدوني، كان يساعدوني وأهل الرقات باش إن شاء الله ترجع يا الروح ديالي. يعني كنحس براسي عايش بدون روح. والله ينصر سيدنا. واخا قول لنا شحال من داو ساعدهم في المحكمة وما عمرهم يشدوا. دابا اسمعني، انت كيفاش كنتي قبل ما تمرض؟ كيفاش كنتي؟ كنتي عادي؟ كان انسان عادي طبيعي، حتى حاجه ما عندي. ولما ادوني هما كيفاش ادو داروا في السحر؟ سحرتي؟ ايه وصلنا للجن. دابا كنتمنكم بالجن، قرب عندك قرب عندك، كنتمنكم بالجن كرسوا على عباد الله. تقبل الله على 40 داو سيولة شحال المحكمه ودايرهم. دابا المحامي ودخو زيدهم كيجي من دابا نطلعوا على دوسي المراه كرسوها جار واحد السيده. شكون هاد المراه؟ شكون هي المراه؟ المراه هي جارتنا. جارتكم في مشكل؟ ايه هي عاد دابا هي صاحب مرضت بحالي انا. وي دابا انت مرضتي، واش مابقيتش كتسمع؟ كيفاش؟ دابا السمع ديالي مشى. دابا كنحس اللحم ديال الميت شد لي نيفي وفمي منحش، نقولني منحش تندوي يا شهريه منحس. وبغينا اهل الروقات يوقفوا معنا. دابا الا حسوا فيك فمك ما يوقع لا ما يوقع لي والو. الروح ما كايناش؟ ما كايناش الروح مشات. نتصافح دابا خاص كنطمن سيدنا باش وزير الطاقة والخمسة باش يساعدهم بواسطة السرع وهالروقات باش ترجع لي الروح ديالي. دابا انت كتحس ان ما عندك الجين ياك؟ يعني الجين ايه. يعني حياتك تبدلات كاملة؟ ايه. تبدلات البلاد؟ بغاو يدوزوك وسط منا ولا منطيق منا ولا كيفاش البلاد؟ وهاد البلاد بغاو يشكوا فيها بالربيع، وانا كنرعي فيها البهيم المكسيبة، وبغا يديروا لي طريق. هاد البلاد ديالك؟ ايه. مني هضرت معاهم شنو قالوا لك؟ ها؟ مني على البلاد، مني بغيتي ضربوك النيف. ايه ضربني بون النيف صارت ترفع ثاني. مي قالوا لي ولد غادي هارب، داروني اخو ولدو ولد خوه طيحوني وبركوا على القرف هذا. ايه مي ضربوك هذا شنو وقع لك؟ مي ضربوك هنا شنو وقع لك زيد؟ صاي دعيت ولد هنا ما غنطم السماح. صاي العون القرف هذا ولد بحال العود رقاقو دابا باقا محن. قلتي انك شتي شي وحدين لابس البياض، ما البياض كيفاش؟ هذيك ملائكة خبر صدق الله سبحانه وتعالى. هي كيفاش ملائكة؟ اش قالوا؟ هي يا من ربك ما دينوك ما تقولوش بعث عليكم سؤال القبر. وهي من بعد بحال ايه يا من بعد غادي تحيا. الناس لو اعلم واش 3 سنين ولا 4 سنين وشنو جان واحد سنتو عربي قال السلام عليكم، قلت عليكم السلام، يبغى تعمل صلاه، قلت انا علمك ما علمني الله. يا فراسي غاشا قلت لي ايه يا شكون ياك؟ هي يا الله سبحانه وتعالى، يا الله سبحانه وتعالى كيبيجي برهان الكفار بان الله قادر يقتل الوحيد وقادر مرض يشفي. وزيد حاجه وحده قلت ما هي غير وقت قررت ما يفرح.
وكان ثم الله سبحانه وتعالى وجل ليك الله ينصرك. الرقاة تبغيش الرقاة انهم يدخلوا ويعالجوا فيك. ايه انت ولا شي واش كطيح انت ولا اش كيبقى لك؟ لا ما كان طيح ما والو. اش كيبقى لك؟ الروح دابا غايبه، دابا السمع ديالي مشى. باش كتسمع مزيان كنشوفوا ان 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 عينيك حمرين بزاف. ايه مشكل النعاس ما كتنعش. لا النعاس كنعس. وما عينيك حمرين. الحساسية. الحساسية. عندك شي وليدات ما عندكش؟ زوج. لا عادي وليدات الحمد لله. شحال عندك مولود؟ عادي الدري عنده 15 عام والدري عندها 10 سنين. الدري 10 سنين وهو 15 عام. ايه. انت هو اللي كيتصرف على وليداتك الفلاحة باش تخدم؟ ايه. اش كتخدم؟ وعار كسيبة. عاد تبيع شي الكسيبة والبقار والغنم وداك الشيء. صحيح عايش مع والديا. باقي مع والديك دابا؟ ايه باقي معاهم. انت في العمر ديك 75 سنة. ايه. وباك شحال عنده؟ الواد تقريبا غاتجي 65 ولا. باك 65 وانت 75. يمكن. انا زيد 75 يعني زيد 75. 75 ماشي 75. لا. اوكي. دابا انت بحال عندك يعني حدا وقتين قلت لي انت اكبر من باك. لا. يعني باك باك فاش زيد؟ تقريبا سيرجع الملك. محمد سيرجع محمد الخامس. وانت زدتي في 1975. ايه. ماشي في العمر ديالك 75 سنة. لا. انا زاد عام 1975. اعطينا كلمة أخيرة. كلمة أخيرة. الكلمة هو الأخيرة. كان ضمن سيدنا ووزارة القوى الإسلامية وأهل الرقاة يساعدوني باش يساعدوني باش يرجع لي الروح ديالي. إذا متابعينا الكرام كنتم معنا في بث مباشر مباشرة من مدينة بن سليمان.